السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. مرحبا بكم فيديو جديد. هاد الفيديو غنقدم معاكم كيك رول جاكي يحمق، جا رائع. وشوفوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا المراحل ان شاء الله. عندي 4 ديال البيضات بحراره المطبخ، عندي كاس ديال السنيده ما عامرش، وندير قبيصه د الملحه، نطربو مزيان حتى يرجع لي بيض، وغادي نرجع معاكم ان شاء الله. غادي ندير 2 معالق كبار ديال الحليب، غادي ندير 2 معالق ديال الزيت، ونعاود نقرب مزيان. غادي ندير كاكاو مور معلقه كبيره، عندي كاس ديال الدقيق هكا، غادي نديرو على 3 ديال الدفوعات وغنغربلو. وغادي نبقى نخلط الخليط ديالي هكا. وغيب شويه باش ما نطيحش الخليط ديالي ديال البيض، غنبقى نخلط في اتجاه واحد. خميرة الحلويات وحدة ربطتها مع الطحين، وغندير نفس الطريقة عاود هكا، غندخل الدقيق ديالي بهذه الطريقة، الدقيق 3 ديال الدفوعات. غادي ندير الدفعة الثالثة هكا، وغادي نخلط بنفس الطريقة عاود حتى ندخل الدقيق كله في الخليط، العجين ما يطيحش. وغنطلقو مزيان على هاد الطريقة، نحاول ما نهبطوش غير بشويه. ان شاء الله دابا ندخلو يطيب، وكنضروا ندير العافيه مهيله وعشرة دقائق صافي ان شاء الله. وانا معكم هالجينواز ديالي بعد ما خرجتها من الفران تجي على هذا الشكل. غادي نقلب الجينواز ديالي، عندي كاس ديال الكريمه السائله، غادي نطلعها مزيان، غادي نطلعها بالطراب الكهربائي، نطلعها مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. غادي نزيد معلقه كبيره ديال الكراميل، وغادي نطرب مزيان ان شاء الله ونرجع معكم. هالكريمة ديالي
طربتها ترجعت على هذا القوام هكا. دابا ان شاء الله غادي نزين بها الكيك ديالي. غادي ندير واحد الكميه لا باس بها من الكريمه هكا ونطلقها على الجينواز ديالي هكا. دابا غادي نروليها بهذه الطريقه. غادي نديرها دابا في الثلاجه واحد شويه واحد 5 دقائق ونرجع معكم ان شاء الله. غادي ندير له الكريمه كله من الفوق هكا بهذه الطريقه. دابا غنديرو في الثلاجه واحد شويه واحد ربع ساعه ان شاء الله وانا معكم. غادي نصاوب الكاناش. غندي درت هنا 20 قطعه ديال الشكلاط وغنزيد عليها نص كاس تقريبا ديال الحليب، حليب دافي، وغنخلط مزيان ان شاء الله. غنكاناش ديالي هكا انا خلطتها مزيان، درت غير نص كاس ديال الحليب مع 20 قطعه ديال الشكلاط. انا خليت الكاناش ديالي حتى برد، خليته حتى برد. دابا غادي نزين به. انا درت ديك الكريمه اللي شاطت لي هنايا في البوش. انا غنحيد لهاد الجوانب هكا. هالكيك رول ديالي هكا جا سويس رول، كيجي رائع، كيجي غزال. انا غنقطع معكم باش تشوفوها من الداخل كي دايره. هالكيك ديالي كيجي على هاد الشكل هكا، كيجي رائع. سويس رول كتجي زوينه بزاف والمناسبه ديال راس السنه. جربوها وردوا عليا الخبر، وما تنساونيش من لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. وشكرا لكم، شكرا بزاف.